أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على أنه الزلزال قد جاء موضوع وجعل الشارع له حكم، جعل الشارع له حكما، وهي مسألة حسية لا حسية. فإذا تحقق هذا الموضوع يتحقق ويجب هذا الحكم. فإذا أحس بالزلزلة أو أخبره ثقة مثلا فالموضوع محقق وعليه أن يصلي بصلاة الآيات. ولكن هناك مسألة ولم أجد من يتعرض لهذه المسألة، وهي أنه إذا أحس البعض هذه الزلزلة والآخرون لم يحسون هذه الزلزلة، ولم تكن الزلزلة شديدة وقوية بعنوان الكبرى الكلية، والفقهاء قد تعرضوا في أبواب مختلفة في الفقه لهذه المسألة وهذه الكبرى وقبلوا بها، وهي أن الإطلاقات منصرفة إلى المصادق المتعارفة. فإذا كان هذا الكبرى صحيحا ونقول به وقد قالوا به الفقهاء، واستند الفقهاء به لما لم يكن هناك دليل خاص، كما في الرؤية، أي الرؤية المتعارفة، والسماع أي السامع المتعارف، وهكذا كحد الترخص وغيره. وفي تحديد الشبر والأشبار في الكور، وهكذا في غسل الوجه في الوضوء، الإبهام ما بين الإبهام والوسطى المتعارف، والواجه يكون متعارفا، وأمثال هذه الأمور. فإن قلنا به أيضا هنا نقول إذا أحس بهذه الزلزلة غالب الناس فالصلاة تجب، وإلا إذا لم يحسون غالب الناس فالاحتياط المستحب على من أحس أن يأتي بصلاة الآيات. السؤال على أنه هل في الزلزلة الخوف يكون شرطا؟ الجواب لا، لأن الدليل هو إطلاق والخوف ليس شرطا في وجوبه. السؤال على أنه في يومنا هذا المنازل والبيوت تكون قوية في بنائها وأسسها، فلما كانت قوية فلا يحس عادة الناس في هذه الزلزلة، فبأي شيء يترتب الملاك والمناط؟ أو مثلا من كان في الطوابق العلوية والمرتفعة يحس أكثر ممن لم يكن في الطوابق العلوية، فما هو الحكم؟ الجواب على أنه على كل علينا أن ننظر المصادق المتعارفة، والأحكام تترتب على هذه المصادق المتعارفة. والاحتياط حسن ولكن لا يوجب الحكم. السؤال حول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السؤال حول بعض التفاسير والآيات الروايات على أن ذلك الكتاب هو أي أمير المؤمنين لا ريب فيه، فما نظركم؟ الجواب على أنه هناك المئات
في الروايات أنه إما تأويل أو تنزيل أو تفسير، وهذا المورد أيضا من التأويلات. فأمير المؤمنين تأويل ذلك الكتاب. أمير المؤمنين تأويل الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله والرسول في العلم. السؤال حول ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالواو هنا عاطفة أو استئناف؟ الجواب هناك نحوان من القراءة. السؤال على أنه في حج القران الهادي يجب على أن هو نفس الحاج أن يذبح أو ينحر حتى وإن نذر؟ الجواب على أنه إن جاء هو به بالهادي، أما إنك خدش أورتون حج إفراد وحج القران مثل هم ميمونه فقط در حج قران اینه که یه گوسفند شطور یه گاو باهاش وان وقتی که اوورد و این وان یؤتا به هذا الهدف مقترنا بالاحرام. وهو نفس الحاج هو الذي يوجب على نفسه هذا الشيء، فإن لم يأتي معه بهذا الهدف فلا يجب. السؤال حول الآية المباركة لهن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فما نظركم في الآية المباركة؟ الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي. وأشار بال متعارف نی کسی که بخواد به دو تا اشاره کنه اینجوری بکنه متعارف اشاره کتاب الله و عترتی بالوسطا متعارف فرمودن کتاب الله اینجوری کرده گفتن اینجوری میکنم و نمی کنم اینجوری و ما بجنبها و لم یقول و لم یشر به ابهامه و به اشارته و الوسطا و الآیه المبارکه في تفسيرها الرواية تقول بأن المرأة لا ترث من الأرض، وهذا تخصيص للآية المباركة كما في سائر الموارد أيضا، فالروايات تخصص الآيات العامة ولا أشكال في ذلك، في قواطع الصلاة، في الصوم، وفي جميع الموارد الروايات هي التي تخصص من مخصصات العمومات، عمومات الآيات المباركة. فالروايات تقول بأن المرأة لا ترث من الأرض. هناك رواية على وروايات على أن المرأة لا تبقى بلا زوج، ومكروه أن تبقى المرأة بلا زوج، فلا يجعل لم يجعل الله الحكم ربما في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها نصيبا من الأرض لأنها ستتزوج، أو إذا كان لها أرض فلم تكن لتتزوج. السؤال حول التفضيل بين الأئمة والقرآن.
الجواب على أنه هناك روايات مختلفة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة، بمعنى أنه أحدهما أكبر أعظم أكبر من الآخر، وكلاهما في الحجية سواء. یعنی فرمایش های عترت عمل عترت که تأسی میشه اسمش یا تقریر عترت و من صدر من العترة المطهرة سوا به عملهم او قولهم او تقریره و یکون حجتا و هو حجتا که ما للآیات من حجیه نه در مقام حجیت كتاب الله وعترة أهل البيت. السؤال على أنه نحن نراجع القرآن الحكيم، والقرآن موجود بين الدفتين في منازلنا وفي بيوتنا وبين متناول الناس، ولكن كيف الأئمة عليهم السلام؟ الجواب أيضا الروايات موجودة عندنا، ونرجع للروايات كما نرجع للقرآن. السؤال حول حدود الزلزلة، فما هو حدود الزلزلة وما يجب؟ الجواب على أنه ما أحسه عرف الناس، كما إذا مثلا في بعض المدن الكبيرة إذا أحس الناس في زاوية ومنطقة دون أخرى، فمن أحس على من أحس أن يصلي بصلاة الآيات. وإن أخبر أحد بوقوع زلزلة والمعظم قد أحس، الوجوب مترتب على من أحس. وإذا أحس أغلب الناس، فحتى إن لم يحس بعض الناس فعليهم الصلاة. والإطلاقات منصرفة إلى المصادق المتعارفة. السؤال على أنه في يومنا هذا الإخبار على أنه في المدينة الكذائية وقع زلزلة، فالناس جميعهم يعلمون بأنه وقعت زلزلة، فهل تجب على من لم يحس؟ الجواب على أنه إن أحس أغلب الناس فيجب على الآخرين، وإن لم يحس أغلب الناس فلا يجب حتى على من أحس. بله دلیل خاصه روایت خاصه معمول به هم هست نه بله 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 السؤال حول الآية المباركة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. السؤال على أنه
اليهود يعادون من المشركين، وقد قال الفقهاء على أن الزواج بأهل الكتاب لا أشكال فيه. فإذا قال القرآن الزواج بالمشركات يحرم واليهود يعدون من المشركين لأنهم قالوا عزير ابن الله فهم مشركون، فلماذا قال الفقهاء بأن الزواج مع أهل الكتاب جائز؟ الجواب على أنه هناك اختلاف في أصل الجواز بأهل الكتاب. والدليل هي الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام في المقام، وهناك أقوال مختلفة، 4 أو 5 أقوال مختلفة. انظروا العروة والشروحة والتعليق. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. بعد آخر آية فرمود تعالى الله عما يشركون، يعني شركة. فالآيات المباركة تقول بأن من اتخذ عزير أو المسيح ابن لله سبحانه وتعالى يعد من المشركين، أما كل الروايات تقول بأن الرجل إذا أراد المسلم أن يتزوج بأهل الكتاب نصرانية أو يهودية. الروايات مختلفة في هذا المقام، البعض منها يستفاد الجواز وحمل على المنقطع، والبعض استفيد منها على أنه لا يجوز للمنقطع ولا الدائم، والأخرى تقول الدائم يجوز والمنقطع لا يجوز. هناك روايات مختلفة، والمسألة موجودة في العروة، والفقهاء المحاشين هناك خلاف بينهم. وقد قال رسول الله كتاب الله وعترتي، وكلاهما حجة، الكتاب والعترة. فالجامع بين الروايات وهكذا الآيات المباركة في جميع الموضوعات، يرى الفقيه وهو أهل الخبرتين النتيجة ويستنتج النتيجة ويرى حاصل هذه الجامع، هذا الجامع، فيقول بحكمه. السؤال حول فضيلة صلاة الجماعة. على أساس بعض الروايات إن كان هناك إمام مأمون له هذا المقدار، إن كان 3 نفرات أو 4 أو 10 إلا 10 نفرات، حتى إذا وصل إلى مقدار خاص، فتقول الرواية أنه إذا كان ماء البحار حبرا فلا يتمكن الإنسان أن يعد ثواب هذا المقدار الثواب. الجواب على أنه الجامع بين الروايات في باب السنن أيضا كالجامع بين الروايات بين الاقتضائيات، فنرى مقتضى الجامع في ذلك. فإن كان هناك تعارض فيتساقطان، إن كان هناك عام وخاص فيقدم الخاص على العام، إن كان هناك مطلق ومقيد يقدم المقيد، إن كان هناك قابلية للجمع كظاهر وأظهر فيحمل نحمل ما بينهم. وهذا الحكم كما في باب الاقتضائيات، فالأحكام والروايات في باب لا اقتضائيات كما هو الحال بالنسبة إلى باب الاقتضائيات. خاصة يا مطلق مقيدة يا قابل الجمع، ظاهر نص ظاهر أظهر. يا توجه ندرس يا نا أنا رح حجت ندرس شو ممكنين. ينظر الإنسان إذا من قال بقاعدة السنن التسامح في أدلة السنن، يراجع هذه المسائل حول الحجية في باب من الروايات المسنونة وهكذا في غيره من الباب. السؤال حول صلاة النفيلة. هناك اختلاف في بيان فضيلة صلاة الغفيلة.
الجواب على أنه لصلاة الغفيلة روايات مختلفة ولا دليل لأحدها، فمن قال باستحبابها تمسك بقاعدة التسامح، ولهذا من لم يقبل بقاعدة التسامح يقول بأنه لا تصلوا صلاة الغفيلة بقصد الاستحباب والرجاء. این تاریخه اگر روایت بود بله میشد استفاده کرد. همین اصلا فقها اختلافی دارن، مخاطب خود روایات مختلفه. بله سلام علیکم. بله نه یعنی ایق و نه یعنی یقین کرد. السؤال حول وظن أن لن نقدر عليه بمعنى الجواب على أنه ظن بمعنى تيقن، ونقدر أي نضيق. هناك معاني مختلفة للظن. فالآيات المباركة يعني جمال يا ايديك دار الذين يظنون انهم فالظن في الروايات في الآيات المباركة بمعاني مختلفة، كما في بالنسبة الى الظن اي الظن هم روايات هم قرآن بدو معناهم. السؤال حول لماذا يقال لصلاة الغفيلة بصلاة الغفيلة؟ الجواب على انه هذه الصلاة روايات مختلفة، ولا يلزم أن يأتي الإنسان فقط بهذه وذنون وأمثال هذه المسائل الواردة في صلاة الغفيلة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، ولو الإنسان لم يتمكن أو لم يكن له حال أن يأتي بهذه الصلاة بهذه الكيفة يأتي بأي صلاة. والغفيلة في وقت فضيلة يغفل عامة الناس عن فضيلة النافلة في هذا الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي. أي. ما يخالف. هذا أنا مكرر قايل باللغة العربية يسموه حصر إضافي مو حصر حقيقي في نفس تلك الرواية اللي في زيارة لأمير المؤمنين عليه السلام أكو يا آية الله العظمى اللي هو الإمام يقول ليس لله آية أعظم مني في الزيارة لأمير المؤمنين يا السلام عليك يا آية الله العظمى. في نفس تلك الزيارة أكو السلام عليك يا بحر العلوم. هسه ما يجوز نسمي فد واحد عالم بحر العلوم؟ ليش؟ هذا إضافي يسموه حصر إضافي. ليس لله آية أعظم مني، هذه حقيقة. أما بالنسبة لغير أمير المؤمنين بالنسبة للمراجع هذه حصر إضافي. اي يعني لا يعني المصائب اللي الزهراء سلام الله عليها رأتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله كان يبكي لها اشفاقا لها. اي الدية ما ترك الميت الدية من ما ترك يعتبر، فإذا اعتبر من ما ترك يوزع توزيع الإرث. أي
سلطان أحد يعني إذا قتل عمد يقتل له، يعني إلى حق يقتل ما يأخذ دية، سلطان القتل يعني مسلط على. لا شنو؟ لا لا شوفوا البيمة يعني هذا الإنسان كل شهر أو كل سنة ينطف فلوس حتى إذا مات موت مبكر يعطون الورثة فلوس، إذا فات شرط خاص أكو بالتساوي ينطون أو لا حسب الشرط يعمل، أما وإلا لم يكن هناك شرط خاص هذا يصير مثل حكم الإرث يوزع توزيع الإرث. السؤال حول إني أعلم ما لا تعلمون، لله سبحانه وتعالى ما أجاب الملائكة، فلا يعد هذا جوابا. الجواب لما يذهب مريض إلى الطبيب يعطي له وصفة طبية أن خذ هذا العلاج وهذا العلاج وهذا العلاج بهذا المقدار بهذا المقدار، لماذا يختلف المريض يسأل من الطبيب لماذا أخذ أتناول هذا العلاج بهذا المقدار وذلك العلاج بهذا المقدار وهذا في كم مرة وذلك في مرة أكثر وأقل؟ الجواب ويجيبه الطبيب إني أعلم ما لا تعلم أيها المريض. الله سبحانه وتعالى بهذا المقدار يقول أعلم ما لا تعلم، وهذه الإجابة إجابة صحيحة لسؤال الملائكة لأنهم لا يعلمون ويجهلون، فالله سبحانه وتعالى عالم ومثاله مثال الطبيب والمريض. نعم نعم أنا فتشي مطبوع عني وذاكر كل أفراد السند سنة صحيح أكوئل. يعني أنا خبت جاهلا الملائكة نسبة بخدا، خدا عالمه. السؤال حول الرواية لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علم لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما، هل له سند وعلى فرض السندية التامة؟ فما يكون معناه بالضبط؟ الجواب على أنه لا يكون المعنى الأفضلية. لغويته يعني أجل خدايا عز وجل إرادش بودك يجديني قرار بذلك تا آخر دنيا بمانه، فإذا كان مراد الله سبحانه وتعالى على أن يبقى هذا الدين فكان خلق النبي صلى الله عليه وآله من منفرده من دون أمير المؤمنين وفاطمة لغوا، وهكذا إذا كان خلق أمير رسول الله وأمير المؤمنين ولكن لا يخلق الله فاطمة سلام الله عليها فكان هناك لغوية من هذا الخلق، وهذا معنى اللغوية. وأما السند فلا أستذكر هذا السند. صلى الله على محمد وعلى آله. مولاي